السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى راكم ملاح. اليوم راني رايحة ندير طاجين تاع البولي مع لي زوليف و لا بوم دو تيغ. هنا انا عندي زوج دو مورسو تاع البولي كيما هاك. تقدروا انا ما نديرش بزاف la quantité, donc غير دو مورسو. وانتم ما تقدروا الا كاين بزاف من الافراد تاع العائله تقدروا ديروا ربعه تاع لي مورسو تاع البولي. هنا عندي بطاطا قسمتها على قطع صغيره هكايا هايليك. عندي هنا زيتون خضر، بصلة جلي غابي، بصلة غابي، لي زيبيس نحتاج فلفل كحل، زنجبيل، كركمة، الكركم. هنا عندي راس الحانوت، بصح تقدروا ما ديروش راس الحانوت، شويه ملح هكا. عندي بسباس ملحي. راني راح نبدا على بركه الله. هنا جبت ندير شويه فلاماغميت، درت شويه امورسو تاع زبده وشويه زيت. دوكا ندير البصله، دوكا ندير له الملح، الملح. دونك هذا لي زيبيس تقدروا ديروا شحال حبيتو على حسب الذوق تاعكم. صح بالك ديروا بزاف الملح باش ما يجيلكمش بزاف مالح. نزيد لي مورسو تاع البولي، هكذا دوك نزيد فلفل الكحل، نزيد زنجبيل، ندير كاع لي زيبيس. ها هي دوك درت الكركم، نزيد الفسفاس، هنا دوك ندير اون صوص بلونش. هاي ليك دوك نزيد الزيتون، دوكا نخليه يقلى هكا 5 دقائق، ودوكا ندير هكا 1 لتر تاع الماء. نغطي لها ونخليها، نخلي البولي تاعنا يطيب ونوليهم فيما بعد. هنا نحيت البولي ديالي، دوكا ندير البطاطا. هاي
نديرها كامل نخليها تطيب بعد نولي لكم باش نوري لكم لافان. هاوليك طاجين البولي تاع البولي مع الزيتون والبطاطا. نتمنى تعجبكم الوصفه. دوكا ما بقى الا ما عجبتكم، الا عجبتكم لا فيديو ما بقى غير ديروا جيم بارطاجيو، ما تنساوش تابونيو باش يوصلكم الجديد، والى اللقاء مع وصفه جديده.